مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة اليوم وجولة حول أبرز تناولات الصحافة المحلية والدولية للشأن اليمني. أهلا بكم من جديد. في تناولات الصحافة لموضوع الهدنة يتساءل موقع المهرية نت في تقرير له عما تحقق اليمنيين بعد 4 أشهر من الهدنة، ويرى أنها لم تحقق شيئا يذكر لمصلحة المواطنين والحكومة الشرعية على أرض الواقع، خصوصا مع استمرار تعنت الحوثيين تجاه فتح طرق المساعدات وعدم التزامها ببنود الهدنة. وأشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تمديد الهدنة التي ستنتهي مطلع أغسطس المقبل، ونقل الموقع عن محللين أن الهدنة الأممية كان يفترض أن تعمل على تعزيز فرص السلام في اليمن، لكن يبدو أنه لم يكتب لها أن تعيش، وطالما أن مساعيها قد عرقلت فهذا بالطبع سينعكس سلبا على حياة اليمنيين الذين لم يلمسوا منها سوى إطالة أمد الحرب. تقرير آخر لموقع الخليج الجديد أشار إلى أن جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة لا تزال تلاقي صعوبات مع طرح الحوثيين الاشتراطات قبل تمديدها، وذكر الموقع إلى أن أحد أكبر العوائق حتى اللحظة يتمثل في رفض ميليشيات الحوثي الموافقة على فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى وفقا لمقترح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بهذا الخصوص. ويرى الصحفي عبد الله المنيفي وفق تصريحات للموقع أن تعاطي المجتمع الدولي مع الحوثي بدلا من الضغط عليه شجعه على التصعيد ورفع سقف الاشتراطات، وهو ما ينسف مصداقية المجتمع الدولي ويجعل نزاهته محل اتهام. يشير تقرير في صحيفة الواشنطن بوست إلى أنه على الرغم من إشادة بايدن بالتقدم في مسار إنهاء الحرب خلال جولته الأخيرة إلى الرياض، إلا أن الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة ولا يلوح في الأفق حل سياسي للصراع، ما يكثف الأسئلة حول ما إذا كانت جهود السلام المدعومة من الولايات المتحدة يمكن أن تنجح. يلفت التقرير إلى أن انتهاكات الهدنة من قبل بعض أطراف الصراع تزيد من مخاوف انهيارها، حيث أثار قصف الحوثيين لأحد أحياء مدينة تعز مخاوف من هذا القبيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الإدارة الأمريكية فشلت في الاعتراف علنا بدور السعودية في الحرب وسجلها في قصف المدنيين. تعود إلى الواجهة قصص تهريب مئات القطع الأثرية اليمنية إلى العديد من العواصم الأوروبية وعرضها للبيع في مزادات مفتوحة، وتشير التقديرات وفق موقع العربي الجديد إلى أن عدد القطع الأثرية اليمنية المهربة والمسروقة خلال الحرب والتي جرى بيعها تتجاوز 10,000 قطعة. ويذكر الموقع نقلا عن مصدر حكومي في وزارة الثقافة أن الوزارة تلقت خلال الفترات الماضية معلومات تؤكد تورط بعض الجهات والأشخاص في عمليات التهريب، إذ يجري تتبعها والتخاطب مع الجهات التي تتعرض أو تعرض الآثار اليمنية للبيع. ومن أبرز المزادات التي عرضت الآثار اليمنية للبيع خلال سنوات الحرب الماضية مزاد أتاكوريال في باريس ومزاد ستيدارت ومعرض أرتميس. تحت عنوان الانعكاسات الاجتماعية للحرب في اليمن، أشار مقال لموقع المشاهد نت إلى أن الحرب أفرزت مجتمعا ممزقا ومشوشا في اليمن، مشيرا إلى أن الآثار الاجتماعية للحرب أخطر من الحرب نفسها. يضيف الكاتب في مقاله إلى أن فتح الطرقات قد يشكل انفراجة مهمة للمواطنين خصوصا في محافظة تعز، كما يمكن لإنهاء الانقسام النقدي أن يخفف من الانعكاسات الاقتصادية للحرب في بلد ممزق ومنقسم بشدة. ويشير الكاتب إلى أن آمال استعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي تتبدد كل يوم في ظل تباعد جغرافي ونفسي أصاب المجتمعات المحلية، ذلك جزء مما أنتجته الحرب وفرضته بقوة السلاح، إلا أن القيود التي فرضتها الحرب
على حركة تنقل المواطنين ليست على الجغرافيا فقط، فالأخطر من ذلك أنها تتكرس في النفوس وتتعمق في الذاكرة. يختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى الحاجة لسنوات طويلة لمعالجة رواسب الحرب وما أحدثته من تشوهات صار التفكير معها بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب أمرا بعيد المنال. في أخبارنا المنوعة نطلع في الموقع بوست خبرا جاء فيه أن المحكمة العليا في دلهي أمرت بتسليم المواطن اليمني محفوظ قاسم الجرادي جواز سفر زوجته الذي استعادته من المترجمة العاملة في مستشفى خاص، بالإضافة إلى جميع الوثائق المتعلقة بعلاج طفله البالغ من العمر عاما واحدا. ووفق موقع ديفلوبمنت ديسكورس الذي أورد الخبر وترجمه إلى العربية الموقع بوست، فقد منحت المحكمة الحرية لمقدم الالتماس في الاتصال بالهيئة المختصة للتحقيق في الإهمال الطبي المزعوم الذي ارتكب أثناء علاج الطفل المقدم. ويشير الموقع إلى أن الأسرة قدمت المستشفى لمعالجة طفلها الرضيع الذي يعاني من القيلة السحائية، وهو عيب خلقي ويؤثر على نمو الحبل الشوكي. ويدعي مقدم الالتماس أن المستشفى المدعى عليه طلبه مقابل علاج ابنه بمبالغ باهظة دون تقديم أي تفاصيل عن العلاج الطبي والفاتورة الطبية والإيصالات الخاصة بذلك قبل أن يصادر جواز سفره بحجة استكمال إجراءات خروج ابنه الرضيع. انتهت جولتنا في صحافة اليوم، نلقاكم في يوم جديد وجولة جديدة من الصحافة، في أمان الله.